طيب يجيبه. وين ظهر؟ هي حرقة العراق. حرقة وسيم. اوه بس انا بعد شوي. وين ظهر؟ هي حرقة العراق. حرقة وسيم. اوه بس انا بعد شوي. التنكين كيف تعرف؟ السلام عليكم اخوان. اخوان احنا تأذينا، هاي المنطقه كلها تعاني، لا مجاري، لا كهرباء، كهرباء كلها بالقاع، مطر من المطر الدنيا. هذا الطفل تأذى مات الا شويه، هذا صبره، هذا مات الا شويه. الكهرباء لزمته يعني قوه قوه قوه، خلصنا من الكهرباء، كهرباء بالقاع ورطوبه وطين ومي، ما نقدر، منطقه ما تطب لها بد، لا تطب لها سياره، لا تطب، يتخربط عندك واحد ما يقدر تطب له، شوارعنا بقت هيك، يعني نسوي شنو؟ فتوصلون صوتنا، احمد الله وقتك. طبعا خلال هاي المطره اللي مرت علينا قبل يومين، صراحه بعد كودن انه احنا ساكنين بالمنطقه، لو تشوفون الوضعيه، وضعيه يعني جدا مأسوف عليها. لحد الان عندنا شوارع انسدت، مناطق ما تقدر تدخل لها بسبب الماي، المجاري شبكه المجاري ما تشتغل نهائيا. ليش؟ لان كلها مسدوده بسبب الانقاض، وبلغنا الشركه وما تحركت الشركه. عندك شارع العلوه رغم مسدود صاير عباره عن مستنقع مال ماي، باقي الشوارع كذلك. نبلغ الشركه يقول لي والله انا شو اسوي لك مطره الدنيا. يا اخي ادري انت مو لازم مشروع خدمات غير تشتغل عليها، غير تتحرك عليها. اهالي ضحايا بغداد يعانون الامرين في حال تساقط الامطار، يعني خلال اليومين الماضيين اللي شهدت بها البصره هذه الامطار الغزيره، الشوارع انملت ماي، طفحت الشوارع ما بيك لا تطب لا تطلع. المشكله مثل ما تفضلوا اخواني اللي سبقوني قالوا انه الكهرباء والماي والمجاري حاليا بصوره بالنسبة أكبر تقريبا الماء والمجاري كاملة، تقريبا يعني كاملة. بالنسبة للمنهولات اللي مفتوحة هاي أغلبها انسرقت، منطقة غرقت خلال الأمطار، البيوت كلها فاضت، ماكو مجال الماء وين يروح؟ يبقى بالشوارع، ما بيك تطلع لا بسيارتك لا بيك تمشي. المشكلة كلش كبيرة بهاي المنطقة، بالإضافة إلى أنه تأخير بالعمل من خلال شركة النرجس. شركة مثل شركة النرجس تتلكع عملها خلال 4 سنوات لم تنجز هذه المنطقة، فهذه مشكلة كبيرة أو ربما متعمدة يعني من شركة النرجس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا متجمعين جايين اليوم على مود هذا الوضع اللي جاي يشوفون انتم، نقص بالخدمات، يعني المنطقه محاله على شركه النرجس من 2019، واليومك هذا شافت عينك لا كهرباء كامله، لا مجاري كامله، لا تبليط، يعني المنطقه تعاني من ابسط المشاريع اللي ماخذتها شركه النرجس. فاحنا نطالب من خلالكم، نطالب بانه شركه النرجس تكمل هذا المشروع حتى الناس تقدر تسكن بهاي المنطقه. شوف هاي تشوفت عينك انقاض وتكرمون خيسه، مجاري ماكو، وهذا اللي نطالب به. احنا هذا التجمع لغرض بس توفير الخدمات. والله احنا بالمطره كلش تأذينا الصراحة، احنا حي بغداد اول شيء منعنا يعني اطفالنا يدامون المدرسه، ثاني شغله الشغله الاهم يعني انت لو تشوف هسه الضفاير مال الكهرباء ماديها احنا بشكل غير قانوني تشوفها كلها بالقع، لذلك خطوره الرطوبه على الاطفال، خطوره على نخاف احنا يعني من العالم تمشي، خاف واحد ينتهي تعال تجي لك مشكله. والاكثر من هذا بعد
انه جاي يشوف الشوارع، لا حد يقدر يطلع، لا حد يقدر، بس اللي عنده سياره شوف تطلع تطين وترجع. احنا نتعجب يعني على شغله واحده، انه شركه النرجس قدمت اداء بكل المناطق كلش اداء راقي يعني، الا بهاي المنطقه. انا هنا ثالث سنه لحد الان ما لمسنا اي عمل يعني شوي يرضي الاهالي هنا. الاهالي لحد الان كلهم يعانون نفس المشكله، طين، كهرباء ماكو بالصيف، وبالشتاء نخاف، خاف من الرطوبه والضفاير بالقع. بعد الشتاء صار على ابواب يعني، وهذا ثاني مطره يعني بالمنطقه، وتشوف يعني يعني صعوبه ما تقدر تتنقل يعني، الطفل صعبه عليه، الطفل الكبير يعني الشخص الموظف ما يقدر يطلع حقيقه يعني يروح الدوامه بسبب الاطيان. هسه احنا نعرف الموضوع التبليط مرتبط باكمال الكهرباء، تمام. هسه ابسط شيء احنا رئيس سبيس يعني، هسه ابسط يعني مشكله يعني، انت ابسط حقوقك ما محصله يعني، هسه سبيس وامشي الارض يعني في سبيل واحد حتى يقدر يطلع يقدر يتنقل، تمام. الكهرباء والمحولات يعني موضوع يراوح من مكان من ذاك اليوم لهذا اليوم، ماكو والله حقيقه يعني، ما شفنا اي مثلا دائرة حكومية دخلت للمنطقة اصلا يعني، لا دائرة المجاري ولا غيرهم يعني، ما لهم اي يعني اتصال لا بالاهالي، واحنا كتنسيقية حي بغداد يعني المفروض اتصالهم بينا يعني، ما صار اي اتصال يعني. صراحة يعني شوفت عنك هاي الأمطار بعدها مستمرة من البارحة أو أول البارحة ولحد هاي اللحظة، وشوف واقع المنطقة وواقع الحي، أنه الصراحة لا سيارة تقدر تطوب، لا طفل يقدر يروح دوامة، لا موظف يقدر يطلع دوامة، لا امرأة تقدر تطلع، يعني تشوف الوضع بعينك تاه الشوارع، جاي تصور وجاي تشوف الواقع، أنه من ناحية أنه المجاري مالتهم أنه الشركة من اشتغلت عافت العمل أنه المجاري متلكئ بصورة يعني واضحة، جاي يشوفونها اغلب انه المنهولات وهاي الامور اللي اشتغلتها والقليات انه كلها مفتحه وماكو اي انجاز بالمشروع. شوفت عينك انه غرف يشتغلون ما يقارب صار لهم سنه او سنه ونص بيها، احنا نسمع وجاي يقولون انه هاي الغرف تابعه للكهرباء او شبكه كهرباء ارضيه، بس الصراحه ما التمسنا اي شيء بالواقع، وجاي نشوف ان شاء الله نطلب من خلال قناتكم توصلون صوتنا وصوت المنطقه، ونشكركم شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم ونشكر حضوركم وجهودكم اليوم، جيت تغطون هاي الوقفة الاحتجاجية لأهالي حي بغداد، منطقة حي بغداد، الناس طالعة طالب بحقوقها، طالب بالخدمات، بالماي، بالمجاري، بالكهرباء اللي محالة على شركة النرجس من 2019 واحنا اليوم ب 2022 شهر 11 ماكو خدمات. هاي الشوارع يمكن تصورونها وراكم، شفت الشوارع خدمات صفر يعني، المشروع لحد الآن أربع سنوات نسبة إنجاز بيه 30%. نلتقي ويا الاعضاء مال الشركه يقولون والله نسبه الانجاز واصل 80% وخلصنا المشروع، زين المشروع اليوم صار له اربع سنوات شنو اللي مخلص بيه؟ هاي المنهولات كلها مطمومه، مجاري ماكو، كهرباء 60 غرفه صار لها اربع سنوات، وين الانجاز الشركه؟ نطالب ايضا وضعيه الكهرباء، طالب بالماي، بالمجاري، اسراع بعمل الشركه، شركه رصينه مثل شركه النرجس اربع سنوات ما سوت شيء للمنطقه، وهاي العالم اليوم 1400 دار الطالب بحقوقها، طالب خدماتها، ما طالب بأي شيء. فإحنا اليوم نناشدكم أنتم توصلون الصورة الحقيقية لكل أهالينا وبالجروبات وبالقنوات مالتنا مال البصرة. عدينا بس سد الباب، عدينا باب الباب لا سد. ناشد دائرة المجاري
البارحة فضنا، لا اجت لا شافتنا لا شافت على العالم الفقرة. من ساعة تصورت شفت البيوت، وهسه اشوف هاي الحالة بعدها. كذلك العباس انا لقيت الشباب ذابين بلد مساء حتى يصيدون سمك. كذلك العباس قلت لك انا الفقر ما حد يحس بي. كفيلك الله تفرضنا الكاميرا وشوف هاي عباد الله مرتاح. لا اجى واحد دق بابك ولا قال لك تعال يمي، لا ظلت عوال ما طلعت. كذلك العباس لا ظل مثل اليج لا ظل طرقاع السوداء. هسه احنا ما رايدين شي، لا رايدين بيوت لا رايدين فد شي، لا رايدين فد يعني شي معين انه خاص، بس خي يحطون المجاري بس شغله موضوع مجاري، خي يشوفون الحاله هاي عايشين احنا. هاك باوع استفاد. كذلك العباس لا ظلت عوال لا شي، والحسين ما ظلت حتى وادم بالبيوت. يعني اشوف يعني تشين كطار ما يخالف، امر الله بالله، بس الخيسه منك يعني العالم مرتاح الذب ما يعلينا. اجت مجاري غير بعد ايش، عقب ما وقفنا بالشارع يقول لي احتقلك، قلت انا ما جاي اسوي شيء غلط، جاي اقول لك اسحب مجاري. المجاري غيركم شركات مال مجاري واكو شغلات صالح ولا شو؟ احنا بس قاعدين بالشارع نحكي وهم حكي ماكو، قاعد ضد الشارع نحتقلك. والله عزيزي من البارحه من اليوم من الساعه 12 بالليل دخل علينا الماي، طقت علينا المجاري مال الشركه الهنديه لو شغله وسهل العراق شغله، طقوا المنهوله وقامت المجاري كذب علينا. ومن البارحه لليوم اطفال ونساء ثلاث بيوت وقعن طاحن، واطفال ونساء وتشوف يعني كل هالعالم حوالي بين هاي 700 800 بيت اللي هي كلها غرقانه، ولا واحد يعني طاف الماء فوقهم. فاحنا الناشد السيد المحافظ الناشد يعني ذات الماء والمجاري من امس اليوم رحنا عليهم ولا واحد يتجاوب ويانا ولا واحد يجي وشافنا ايش بينا ما بينا، يعني لا حد مر علينا ولا واحد سال. اجانا الضابط الصبح سوينا مظاهره على الشارع قال هسه يجونكم بالعشره بالتسعه بالحداش بالاثناش، والحد الان الساعه بالثنتين الحد هسه ولا واحد اللي مر علينا. واحنا هاي تشوف يعني شفت المجال شلون يعني العالم غرقانه والاطفال بالماي وغرقانين، والناشد السيد المحافظ بلكي يدير باله علينا يعني شغلنا الشركه الهنديه خلي تسحب الماي يعني يشغلونا يجيبونا منحولات فد شيء. النرجس من اشتغلت يعني اشتغلت، شوف هاي الصفحة خلتها كلها وهذا الماء ذبا وطق منها علينا. تفضل استاذ العزيز. شوف هاي وضعية. هاي حالة. أنا مود الماء هذا الفيضانة بعد عمك والله من كام، أريد نخلص من هالخيسة هاي السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء حي القائم القبلة، الناس البسطاء الفقراء، بلكت يعني الحكومة تشوف لنا حال. احنا الناس مثل ما يلغبوننا بالحواسم أو شيء، والله البارحة طقتنا عاصفة ومطرة قوية وغرقنا، وبس الله الساتر، وراحت ناس من عندنا مصاويب وواحد مات زين، وهلنا نعم الله على هالقناة جتنا تصورنا وتشوف الحال مالنا تعبانين هلكانين، بلكت الحكومة شوية مثل ما يقول باوع عنا بنظرة الأبوة الأخوة. إي والله احنا ناس تعبانين كسبة، لا رعاية لا تقاعد كش ما عندنا، نوبات نشتغل عمالة نوبات ما نشتغل عمالة وقاعدين. والبارحة واحد مات واثنين مصاوب زين، قبلة حي القائم بالضيم. إي والله تدري فتلك مصيبة. السلام عليكم اخوان، تشوفون حال المجتمع وحال الشعب وحال الفئه التعبانه، حال الفئه المنسحقه. يعني احنا شعب لو كنا باي دوله افريقيه كان هم سوت لنا حل. هسه احنا بالعراق والعراق العظيم ووادي الرافدين ووادي الحضارات وسلاسل الأكد وآشور وبابل وحمورابي وهالمجرة، يعني شعب اللي حط القوانين للعالم وابتكر الطب وابتكر الحضارات، هاي حالته
منو المسبب؟ دولة فاشلة. يقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني شعب بدون قيادة بدون حكومة، وين الحكومة؟ وين الحكومة؟ الحكومة ناس موظفين لخدمة الشعب، وهذا الشعب وين الخدمة مالته؟ أرد أعرف. مشروع صغير بالنسبة للتجاوزات، هاي تجاوزات، الناس غرقانة. عندكم مشاريع للتجاوز، يعني التجاوز صار من 2003 الهاي احنا 2000 ونهاية 2022، ما يقارب 18-19 سنة. لو منطينا قطعة أرض، لو منطينا مجمع شقة بمجمع، ها، ويدفع ماي وكهرباء بالشهر 50,000، 50,000 يعني 600,000 بالسنة كل عائلة، بالعشرين سنة 120 مليون، يعني مسدد قيمة الشقة أو قطعة الأرض الاستثمارية. هسه أنت يا محافظ البصرة ويا محافظ العمارة ويا محافظ الديوانية، بلديات العراق كلها، رؤساء الدولة، الوزارات، يعني أنت قدم مشروع. هاي الناس الفقرة، هاي الناس التعبانة، انطيهم قطع أراضي واستقطع منهم بالشهر 50-100. راح تفرض عليهم رسوم كهرباء، وراح تفرض عليهم أجور ماي، وراح تفرض عليهم رسوم تبليط وشارع وإنارة، وكل هذا راح تفرض عليهم. إيش قد تستحصل بالشهر من كل عائلة؟ ليش أنت هسه ماي وكهرباء مجانية وهم عايشين بحياة سيئة، بحياة معدومة؟ شوف، يعني اللي يريد يدخل بيته لازم يوصل الماي للركبة. أغلب العوائل اتهجرت، راحت من بيوتها، راحت للجيران للأقارب، ولا على مود لا يلوح ما يقدر ينام الليل. وين هالدولة؟ نريد نظام. قالوا سقط النظام، صدق سقط النظام. كان اكو نظام بزمن صدام حسين وسقط النظام. اذا احنا دولة بدون نظام، وين النظام؟ كانت اكو بلديات، كانت اكو مراقبة، كانت اكو توزيع قطع اراضي للمحتاجين للفقراء، كانت حصة تموينية كاملة، كان 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 كان. واحنا نقول لعن الله النظام السابق والنظام البائد والنظام المنقرض حبيبي انت غير تعوضني بشيء احسن؟ هسه النظام الراح اريد له بديل؟ هسه مو احسن من عنده، اريد بديل نفسه، نفس النظام اللي كان وجدوا لي. نعدم الامان، نعدمة الصحة، نعدمة الثقة جار بجارة، كثرة البطالة، كثرة الجوع، كثرة العوائل التعبانة. حبيبي وصلنا إلى مرحلة ما واصلها العراق، مرحلة ما دون تحت الصفر. يعني كانت عندنا عوائل وسط وغنية، نادرا ما تلقى عوائل فقيرة. هسه ماكو عوائل فقيرة، دون تحت الصفر، دون الصفر عوائل عايشة على الفتات. وين الدولة؟ وين الحكومة؟ هاي المنهوله، شوف هذيك، هذيك المنهوله ذب علينا، هذيك لو المنهوله شماله صارت لنا فوق، ما هذا مسدود شوفه، باو دور كامرتك منها، دور كامرتك منها. هاي المنهوله شوفها، هاي شماله المنهوله مكمله الحواسم هم غرقتها، باو وهذا منها مسدود. وين يروح الماء يشربونه؟ هم حتى من يشربونه هم ما يخلص. باو سد منها مسدود، باو سد منها والله. دير كامرتك باع البيوت. اسعد العيداني الا عدك قيره بشرفك، تعال شوف هاي الوادم، ألا عد قيرة تعالي لهم سوي لهم حل. ألا تقول أنا شيخ وعد قيرة؟ تعال هنا، تعال هنا، لا تروح تفتل هناك بالشرايك، تعال هنا، لا تعال، تعال هاي الوادي من الفقرة.
ما صاير بي. تعال شوف مجرى كيفك العباس عيد مقاطع فيديو حتى سمج هاي اطلع لك اياه باوع كيفك الحسين ابو عبد الله خاف يكون شذابين همه هاك باوع هاك باوع باوع هاك باع السمج شوف يا هو مرتاح وقاعد حاسب الفقير شاف شنو المعاناة كيفك العباس قاعد يقعد يروح مسيس بعد اسمع بطنه عنده مقاطع هاي الهاليج اللي هنا وصلت المنطقه تجاوز يا اخي على ما تروح المعدون يروح المعدون يروح الواحد لو عنده راتب يقعد بهيك مكانات لو عنده بيوت عنده اصول يقعد بهالخيسه هاي كيفك العباس حتى السقف طار لا نوم لا شيء وحق الحسين ابو عبد الله وحدك ليش لو سنه طالع مسوي غلط وحارك تايرات ومسوي شيء ما يطلع لي حق بالحسين بدقائق ما يضل هذا الماي كله كيفك الحسين ابو عبد الله بس احنا قعدنا نام في الشارع اجوا علينا عم ملينا وين نروح؟ ملينا غرقنا والله العظيم غرقنا الماء واصل للركبه ملينا 16 سنه احنا هاي المعاناه نعاني منها صارنا 16 سنه لا فايده لا اجانا واحد لا شيء المجاري مال علن مرتاح الطابو الطابو البارحه فاضت الطابو البارحه فاضت كيف لك ابو فاضل خلال ساعه طابت المجاري كلها احنا صارنا من الثلاثه لهذا يومك ما نايمين وشايفين النوم بعيننا عمنا الله متقم علينا وطافيه البيوت ومطرها علينا وخرت البيوت وهمين الفيضان وهمين السقوف الطيرة لا عدنا بيوت لا عدنا راتب لا عدنا طرقاعة همين واحد عنده راتب ايش عنده ضل بالحواسم عم يكون يكون عدنا راتب بالعباس ما ضل بالحواسم ولا اجيله بيوتنا فاضت وطاح حظنا والحسين شيء من البارحة بالليل لحد هسه ما نايمين لان ما عدنا مكان ننام به هاي وحده ثاني شيء احنا متهين بس يعدلون الشوارع يرتبون مكانات وعفو كانات هسه هم بشر احنا هم بشر تابعين للبصره هم تابعين اسر العيدان هم تابعين للبصرة احنا هم تابعين للبصرة وتابعين لمنطقتك وتابعين لهز وانتخبناك هم دار الاولى هاي دار الاولى هاي تابع النرجس دار الاولى هاي هم انتخبناك اسر العيداني شوينك هسه لا انت نائب ولا انت البرلماني ولا انت المحافظ البصرة هسه تعالنا بصفتك نائب لا تجي مسافرك محافظ البصرة شريفة عصوبة طمنا محول بالماء يا عم بالماء اليوم